سلامتكم، كيفكم؟ اتمنى انه يكون الجميع بخير وفي سلام وامان. انا الليله دي راح احكي لكم قصه بتاعت سرقه حصلت في السكن اللي انا فيه. زي ما شايفين هذا هو حضره الحرامي اللي جاء ونكبنا نكبه بطاله جدا في السكن اللي احنا فيه. هو واحد من اليوهنديس الموجودين في جوبا، وسكن في الفندق ده كم يوم عشان يدرس احواله. زي ما انتم شايفين بيتفقد الغرفه اللي هو حيسرقها، يعني مشى وجاء ودخل في الغرفه اللي هو قاعد فيه ونادى حبيبته وانتظروا جوا، واتفقوا في انهم هم الظاهر حيسرقوا. انا طبعا بحاول اسرع لكم اللقطات لانه البديك طلعت قاعد في الشباك عشان تراقب له الاجواء، والهنديه دي طلعت من الغرفه القصاديه انا طوالي، وهو مشوا اتفقوا ووقف البيت في السلم عشان هو طبعا ما عارف انه السكن اللي احنا فيه ده فيه كاميرات. جاء مباشره للغرفه وبقوه جدا، الباب ما كان مقفول، الوكره ما كانت مقفوله مرتين، مره واحده، والحلقه بتاعت الباب ما كانت كويسه الظاهر، فدخل جوا. انا سرعت لكم، ما قعد جوا هناك 7 دقائق، سرعت اللقطه. طلع بعد ما درس الموقف تماما، خش للغرفه بتاعته وانتظر هناك فتره شويه، مشى نادى البيت وقال لها راقب الاجواء، وفعلا رجع للمره الثانيه وكمل بحثه. وده واحد من الجيران في الغرف طلع، لكن صاحبنا لسه قاعد جوا. انا بسرع لكم زي ما انتم شايفين اللقطات. يعني البيت دي جات وبتوريه الاجواء كيف من برا وتتكلم معاه، وهو طلع من جوا هنا بعد ما نحب له حاجه بسيطه واكد انه في قروش جوا الظاهر، مش اتفقوا على الخطه في انه كيف ينهبوا. طبعا في واحده من الغرف الكثيرة دي في 5 غرف محجوزين لمجموعة من الهنود، وهم كانوا متابعين تحركاتهم خلال الفترة اللي فاتت، وعارفين انه الزول الساكن قصادهم دي شايف الشنطة فيه قروش قرابة $3,000 باون، طبعا بما يعادل 3,600,000 جنيه. عنده ماستر كي، مشى قفل الغرفة، اتأكد ان الغرفة اتقفلت كويس زي ما انتم شايفين، ومشي اتأكد تاني من السلم من الطابق الاول، وجاء فعلا سريع اتأكد ان الغرفة تمام. هو بيحاول طبعا بالماستر كي يفتش بقية الغرفة التانية الساكنين فيها الهنود، لانهم هم طبعا بيسترزقوا في جوبا، ومن وقت لاخر بيلم قروش وبيجوا يا بيرسلوها لاهاليهم عن طريق الويسترن يونيون والصرافات المختلفة، او يدخروها يعني في تجارتهم دي يعني. فهو يبدو انه كان مراقب وضعهم كويس وشايف تحركات القروش. البيت طبعا حاولت تطلع عشان تمشي تنتظره في الشارع برا، وجات راجعة تاني وظبطوا امورهم جوا تمام التمام، وعندهم شنطة بتاعت هامباك فيه وخدتوا فيه كل الحاجات دي وكده. فصاحبنا هو طبعا ما اقتنع، خلى البيت تمشي تجيب ليه في الشارع برا في السلم، مدخل السلم، وبيتكلموا يعني لغة الإشارة بيناتهم بالصفافير وكده يعني. فصاحبنا ده مشي ليها واطمأن إنه كله الوضع تمام التمام، جا من هناك طبعا في يده مفاتيح وحاجات وكده يعني، مقتنع انه بقيت الغرف دي ما فيها لازمة، جاب الراحة وبيحاول في الغرفة فكر في انه الغرف دي ما اترصد الغرفة دي، حاول بكل المفاتيح اللي عنده، حاول وبيحاول يطلع المفتاح الثاني وهكذا يعني بيحاول. احنا طبعا في نشرة بصورته بعد البلاغة اللي اتعمل، لو في زول عارف الشكل ده مر عليه. وطبعا الكواليتي تعبانة بتاعت الكاميرات، شكله شوية كده تعبان يعني، ما بنقدر نتبين ملامحه، لكن هم عارفين انه كويس وبيحاولوا ان شاء الله يعني يوسعوا نطاق البحث لو في زول
ونتمنى انه كل الناس تتوقع الحذر، يعني الناس اللي بيجي بسكنوا في الابارتمنت بالذات يشيلوا الدوكمنت بتاع الناس ويصوروها ومعلومات كفايه عن الساكنين وحاولوا ما لقى. فناس الريسبشن دابوا انتبهوا انه زول كان بيحاول في الغرفه وبتاع الريسبشن جاري عشان يتاكد انه الغرفه دي هل الزول ده هو طبعا ده الولد بتاع الريسبشن، هو كان طلع بعيد ظاهر من المونيتور اللي بيشاهد فيه السرقة. ففي واحدة من البنات كلمته قالت له يا أخي الزول ده حاول يفتح الباب أكثر من مرة وما قدر. فهو صاحبنا ده جاب الراحة وشان يعمل تشيك وهو هناك بعين هل الزول ده عرف إنه أنا سرقته ولا لا، فهمت؟ خلاه خش جوا وحاول يتأكد من الغرفة هل الغرفة دي اتفتحت ولا لا، وهو ما عارف انه هو خش الغرفة الاولى دي وسرق جبال ظبط اموره وبعد شوية حيطلع وباي باي يودع المقر ويشيل المفتاح بتاع الغرفة معاهم على اعتبار انهم هم ماشيين جايين المساء ان شاء الله. تكلم الراجل قال له يا اخي احنا طالعين ماشيين نفطر وبنجي راجعين بعدين، قال له خلاص خير ان شاء الله. قال البيت راح فيه، البيت طلعت معاها الشنطة اللي فيها القروش 3600 دولار.